اهلا بكم معانا ونستكمل معاكم فقراتنا في الاستوديو في صباحنا المصري. هتكلم النهارده عن اتخاذ القرار، يعني ازاي الانسان اتخذ القرار سواء في حياته العمليه، في حياته الاسريه، حياته الشخصيه، اتخاذ قرار في تعامله مع موضوعات خطيره او مهمه يعني لا يستطيع ان يتخذ القرار فيها، وايه الاسباب اللي تجعله يتخذ قرار صحيح او مناسب، وازاي تاخذ القرار المناسب عشان يوصل لنتيجه مرضيه. هنترك التفاصيل النهارده مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتوره ايناس علي، استشاري العلاقات الاسريه وتعديل السلوك. بنقول لك صباح الخير. صباح النور، وشرفتينا النهارده. اهلا بحضرتك. عايز كان طبعا اتخاذ القرار ده يعني موضوع مهم، وخاصه في قرارات مصيريه الانسان بيبقى متردد، يعني طبعا اتخاذ قرار في حياته الشخصيه، في حياته التجاريه، العمليه وغيره. ازاي تاخذ القرار الانسان؟ الانسان في خطوات لازم يبتدي يعني يعملها علشان يقدر ياخد القرار السليم. مبدئيا اي قرار في الحياه بيكون حاجه حلوه ان الانسان يبقى عنده حافز انه يعيش وعايز ياخد قرارات ويتعايش في المجتمع. فالانسان الناجح ده دايما انا بقولها ان الانسان الناجح اللي هو بيعرف يتخذ القرارات بسرعه وبحزم، وخلاص يعني انا شايف ان الموضوع دوت صح، انا هبتدي اخد فيه قرار، وبعدين هبتدي ان انا اعمل اركز على القرار، اشوف هل قراري كان سليم، فهاخد وقت على تقييم القرار اللي انا خدته. الانسان اللي بيكون متردد او الانسان اللي بيكون مش عارف ياخد قرار، ده بياخد قرار بعد فتره طويله جدا من الاستشارات، وبيقعد لغايه لما بيلاقي نفسه في الاخر انا ضيعت حاجات كتير قوي من حياتي. أنا ليه ضيعت فرص كانت ممكن تكون قدامي بس أنا مش قادر أخد القرار. فالطرق السليمة اللي إنسان ممكن ياخد بيها قرارات هم 5 نقط سهلة جدا بس محتاجة فعلا ورقة وقلم. الإنسان اللي عايز ياخد قرار في أي حاجة في حياته يبتدي يعمل إيه؟ يلم بمعلومات كتير عن الحاجة اللي عايز يوصلها. حطينا المعلومات، عملنا داتا يعني كولكتنج الداتا، المعلومات كلها قدامنا، عملنا ورقة وقلم كتبنا فيها كل المعلومات والحاجات اللي أنا هتفيدني إن أنا أقدر أخد قرار. كده أنا وصلت لنص اتخاذ القرار. هبتدي الخطوة اللي بعدها حاجة اسمها سورتنج، أو إن أنا أفرز. أنا دلوقتي الكلام اللي أنا المعلومات اللي استقبلتها دي عشان أخد قرار سليم، أبتدي أفرز الحاجات اللي شبه بعض، لأ خلاص أبتدي أشوف إيه الأولويات، إيه الحاجات اللي فعلا هتفيدني في اتخاذ هذا القرار. طب هل دكتورة ده ممكن يكون ده بقى يعني بعيد عن الكلام اللي قلتيه في الاول، اللي هو يبقى الانسان يبقى حازم وسريع في اتخاذ القرار؟ ما هو انت قلت 5 خطوات، يبقى لازم يتأنى. ما هو هيتأنى ولكن مش لدرجه ان انا اضيع مني فرص كتيره. لا، انا هبتدي امشي خطوات وخطوات يعني اركز فيها جدا، وساعتها توكلت على الله. خلاص، بس ايه هي الطرق السليمه ان انا اخد فيها القرار اللي انا بقول لحضرتك عليه؟ بس بقى هياخد وقت برضه، مش هياخد في التفكير وغيره وفي الاستشاره برضه. يعني هو الانسان لما ياخد قرار مثلا في شيء مصيري يخص زي ما قلنا حياته العمليه او حياته الشخصيه، مش لازم برضه يستشير اخرين؟ لما يستشير اخرين هياخد وقت برضه. ما هو هناخد على النقطه الثالثه، ما انا عايزه يعني ارتبهم لحضرتك كده واحده واحده، واقول لحضرتك خلاص انت عملت الداتا، لميت الداتا وعملت فرز للحاجات الاولويات اللي انت حاسس انها هتفيدك في اتخاذ قرارك. بعد كده هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نعمل ما افصل مشاعر الانسان. ما انا ساعات ببقى عايز اخد قرار ممكن في مثلا ريليشن، علاقه مثلا، ارتباط او كده، فممكن ان انا اكون متحيز لحاجه معينه. فالانسان يعني السليم المتزن ياخد قراره وان هو يعمل حاجه اسمها انفصال، او ان انا ابقى محايد، ان انا شفت كل المعلومات قدامي، مثلا الشخص ده مناسب، كل حاجه انا يعني اتمناها في الشخص فيها حاجات كتير متواجده معاه. بعد كده هبتدي احيد مشاعري. ليه؟ علشان الافكار لازم برضو تدخل معانا، ان انا ادرس يبقى في اتزان ما بين الافكار وما بين مشاعر الانسان. بعد كده خلصت ابتدي اشوف العيوب والمميزات. ده على نطاق برضو الارتباط او على نطاق العمل او على نطاق ان انا عايز برضو ابتدي دراسه جديده، اشوف انا ايه مميزات وايه العيوب اللي ممكن يعني قدامي. خلصنا الاربعه دول ابتدي اعمل حاجه مهمه جدا، اللي هي النقطة اللي فعلا بيدخل فيها بقى ايه احساسك القلب واحساس اللي هي البصيرة اللي بتكون موجودة عند الانسان. انا هحط كل الاحتمالات دي قدامي بعد لما لميت الداتا دي كلها، وبعد ما فرست وعرفت ايه بالظبط المناسب هيفيدني في اتخاذ قراري، وبعد ما ابتديت خلاص انا محايدة ابتدي استفتي قلبي.
ازاي بنعملها بطريقه سهله جدا، ان انت بتدخل في احساس مع نفسك فعلا، هدوء. لازم الانسان عشان ياخد قرار سليم يكون عنده هدوء نفسي. الهدوء النفسي ده بيجي عن طريق ان انت بتتصل مع نفسك، عن طريق ممكن تقعد قاعده هاديه في هدوء وتغمض عينك وتبتدي تشوف الصوره اللي انت شايف نفسك فيها لما ابتديت تاخد القرار ده، احساسك عامل ازاي، يعني صوتك، طريقتك في اتخاذه والطريق اللي انت ماشي فيه، ما هي دي كلها بتدخل معانا. هو اتخاذ القرار ده بيختلف من شخص لاخر طبعا. يعني في شخص بيقول لك انا اقعد في كافيه منعزل لوحدي اشرب قهوه عشان اركز، في شخص يقول لك انا بتخذ قرار وانا ماشي يتمشى، يعني دي حقيقة. فهنا بيختلف من شخص لاخر اتخاذ القرار طبعا، هو التفكير في اتخاذه اصلا طبعا. واهم حاجه برضو مهمه جدا، طاقه الانسان بتكون الصبح الواحد صاحي عنده شعور الانجاز والسعي، لان احنا كده طبيعي الناس لما بتصحى من النوم بتبقى فريش، ما عندهاش الضغوط، ما ابتدتش تزيد عليها في وسط النهار. الوقت السليم لاتخاذ القرار احنا نعمل الداتا دي كلها وخلاص، ونستعين ونتوكل على الله، وبعد كده الصبح كده تبتدي تاخد القرارات فعلا بتكون قرارات. بس بيختلف من طبيعه الشخص الثاني، وكل واحد بقى عنده مثلا تفكيره الذهني او تركيزه بيبقى في الليل او في اوقات متاخره من الليل، على حسب يعني تفكير الشخص تعوده طبيعي. بس كدراسه الانسان بيكون اكتر الصبح بيكون فريش في طاقه ايجابيه الدراسه وطاقه بس يعني بعض الاحيان الدراسه بتختلف عن طابع الشخص، يعني بيختلف طبعا. بس هو الانسب طاقيا ان حضرتك تعمل ايه الصبح، لانه بيكون الانسان ذهنه صافي فبتاخد قرارات بتكون سليم. طيب هنا بقى هل بيختلف اتخاذ القرار دكتوره ايناس يعني في الحاجات الشخصيه عن يعني مثلا قلت حضرتك ارتباط مثلا او علاقه عاطفيه او اسريه وما بين اتخاذ قرار في معاملات تجاريه مثلا او اقتصاديه؟ طبعا. ولا نفس التفكير ونفس القاعده اللي قلت عليها خمس بيانات؟ لا، في قواعد كتير بس دي تعتبر الشامله اللي ملمه، حتى لو داخلين على دراسه، داخلين على ارتباط، داخلين على مشروع عايزين نعمله، على سي حتى بسيطه جدا عايز اشتري عربيه جديده، فابتدي ان انا احط الخمسه يعني الستبس دي بتبسط جدا. انا هشوف العربيات المتاحه في السوق مثلا، هشوف ايه الانسب لي، هشوف مميزات، هشوف عيوب، هبتدي احيد مشاعري، هبتدي بعد كده اشوف احساسي بالعربيه عامل ازاي، وبعد كده توكلت على الله يعني واشتريها. في العلاقات طبعا بيكون الموضوع مختلف، في المؤسسات طبعا الموضوع بيكون اعلى شويه من كده، لان بيبقى في حاجه بعد ان انا خلاص توكلت على الله وخدت القرار وابتديت، في حاجه اسمها تقييم، ان انا بعد ما اخلص قراري المديرين يبتدوا بعد كده يقيموا القرار اللي اتحط ده، السيناريوز اللي ماشيه صح ولا غلط، هل انا كان قراري سليم ولا لا، وابتدي اراجع وابتدي كل شويه يعني اظبط قراراتي. انا مش هاخد قرار مصيري على طول، يعني مش هفضل طول عمري ماشي بستايل واحد، لا، انا كمدير اكون انسان ناجح بكون عامل ايه، بكون فلكسبل، عندي مرونه في اتخاذ القرار، وبشور اللي حواليا، بس حد يكون فعلا واعي وعنده ادراك بالحاجه اللي انا عايز يعني اخد فيها قرار. طب هنا لما بنتكلم مثلا على مستوى كبير بنلاقي في ناس مثلا في شغلها او في مهنه معينه وفجاه تتخذ قرارها تغير المهنه، هل ده يعني مغامره ولا خطوره؟ طبعا بشوف وبتنجح، تخيلي بالظبط بتكون ناجحه في يعني في شغلها او في مشروعها او في مهمتها او وظيفتها، لكن بتغير اتجاهها بسرعه، ده يعني بيبقى ايه؟ ده بيكون احنا بنسميها عندنا تيرن اوفر، تيرن اوفر يعني انا قررت ان انا اخد خطوه للتغيير، حسيت ان انا انسان مش قادر ان انا اكمل في الدراسه بتاعتي دي او في الشغل بتاعي او في الحاجه اللي انا عايز انجزها، فبعمل ايه؟ ببتدي اراجع نفسي، بيقعد مع نفسه الشخص ده، وعندي حالات كتير جدا، ويعني من مهندس فجاه لقيته كاتب وقرر غريبة جداً. انه كاتب ليه؟ لان لقى الباشن دي معناها الشغف. كل انسان فينا ممكن يكون دارس حاجه معينه بس هو مفروض عليه يدرسها، لكن جواه حاجه تانية خالص ممكن ينجح فيها جدا. فبيجي الخطوه دي والتغير ده بتكون فجاه، بس الانسان بيكون دارسها برده، ما بيكونش يعني لازم يكون، احنا بنقول دايما الانسان اللي عايز يمشي ورا الشغف بتاعه ويكسب منه كمان فلوس بيبقى فيه ستبس، مبدئيا ان يكون مأمن نفسه بيناسب اللي حواليه، مع الناس حواليه معارضين لخطوته دي، ما هو حتى لو معارضين
هو شايف هو حابب ايه. انا بقول الناس اللي بتجيلي في استشارات ان انا عايز اعمل شيفت للكارير بتاعي، اغير مهنه لمهنه حاجه تانية انا حاببها، انا بتاكد انه هينجح فيها. لان بتكون فكره ملحه على الشخص وعايز يوصل، بس ممكن يكون خايف، عنده تردد، عايز امان برضو، استقرار مادي بيكون موجود في وظيفه معينه، لان ممكن يدخل على حاجه هو مش عارف. فبنعمل دراسه بسيطه ان يبقى معايا طبعا فلوس تكفيه على الاقل 3 شهور تامين، يعني تامين، يبتدي يحط الخطه، يبتدي يشوف هو هيعمل ايه، ويبقى عنده صوره لمده يعني شورت تيرم، بتكون يعني خطه قصيره وخطه طويله المدى، ويبتدي يسعى وبيتغيروا وبينجحوا فوق ما تتخيل. طب ما يبقاش دي مغامره، ولا لازم اللي بيغامر يعني هو يعني بيفوز باللذات وبالنجاح؟ بالظبط، الانسان اللي دايما بيحب يغامر، بس بيغامر برضه بالتزام. يعني القاعده دي ما تطبقش في كل الاحوال، يعني في كل الشخصيات؟ لا، ما فيش اشخاص بتحب المغامره، بتحس بالسعاده والنجاح كل ما تعمل خطوه حلوه. والانسان السعيد هو دايما يدور على ايه الحاجه اللي بتبسطه جواه، لان يعني الانسان لو حب يعني الحاجه اللي بيشتغلها اكيد هيبدع فيها. فما يبقاش مجرد ان هو عايز يبقى بيخرج بره الصندوق. احنا بنقول دايما الشخصيات دي انا عايز افكار بره الصندوق، فكري بره الصندوق، ده بيفرق قوي. لانه بيخليه انسان متميز. فالناس اللي بتدور على التميز، لا ما تخافوش، خدوا قرارات بس ادرسوها، بس ما نقعدش كتير، ندرس ونتوكل على الله عشان الفرصه ما تضيعش كمان. بالظبط، لان الفرصه دي اهم حاجه، انك انت تبقى شايف دايما. خلينا باصين يعني التغير اللي بيحصل حوالينا، ما شاء الله الدنيا بتعلى وفي تطورات كتير، دايما خليك مواكب العصر اللي انت فيه عشان تعرف تاخد قرار. ايه الحاجات اللي ممكن تفيدك؟ ادرس. الدراسه احسن حاجه، يعني بمنتهى السهوله، انك ما تاخدش فيها وقت ان انت تفكر. لا، الدراسه ده انك انت تدرس حاجه جديده، دي بتنمي كل قدراتك. ايه شغفك؟ ادرسه. فموضوع الدراسه ملوش بقى وقت. طب هل اتكلمت عن الدراسه يا دكتور، هل دي بتبقى يعني اتخاذ القرار او قوه اتخاذ القرار والمغامره في اتخاذ القرار بتبقى جينات في الانسان منذ الصغر، ولا بتاتي بالتدريب؟ كل حاجه بتيجي بالتدريب. حتى بيقول لك الطبع يغلب التطبع ساعات، ولكن الانسان اللي عنده احساس بذاته عالي وثقه بنفسه عاليه، واهله دربوه انه ياخد قرارات حتى لو حاجات بسيطه في من هو صغير، بتبقى سهله جدا عليه انه يبقى عنده طموح وعنده شغف وعنده اصرار ان هو يوصل لحاجه معينه. فبيكون تدريب حتى ايه في اتخاذ القرار. انا بقولك ان حضرتك بتروح الجيم، احنا بنروح الجيم بنبتدي نخلي عضلاتنا شويه شويه تتدرب. وبتتدرب اي حاجه عشان تنجح فيها محتاجه انك تدرب نفسك عليها. هندرب نفسنا مره ناخد قرار في حاجه بسيطه، بعدين هحس بقيمتي وبذاتي وان انا لا انا استطيع ان انا اقدر اخد قرارات اكبر. كل ما الواحد بيدرب نفسه، كل ما الحاجه دي بتكون او السلوك ده بيقدر يبقى القرار السريع والناجح وبينجح فيه بيبقى جواه قائد اصلا. بالظبط، او اداري او مدير. والاهل شطارتهم ان هم يعلموا ولادهم من الصغر انت بطل، انت شاطر، يديله ثقة، يعني يديله ثقة وتحفيز، وانت بتعرف تعمل الحاجة دي كويس جدا. احنا لما بننمي في الصغر في مع الولاد ازاي يبقوا يعني قضاء، وان هم يقدروا يبقوا متحكمين في نفسهم، وطبعا يعني ما يبقاش في غضب كتير، وابتدي ان انا اتعامل معاهم وانا اكون فعلا القدوة ليهم، ان ام والاب يكونوا قدوة لولادهم، بتفرق جدا جدا. انت فعلا بتطلع جيل عنده اتزان وعنده سلام نفسي، وانسان يقدر يعتمد عليه ويكون قائد في يوم من الايام. طب هنا بقى يعني امتى الانسان يحس بالندم في انه اتخذ قرار؟ يعني هو قد يفشل في قرار طبعا في اتخاذه، حتى لو كان حاسس انه هينجح ولا حواليه قالوا له هتنجح، بس ممكن يندم او يفشل. فايه هل الندم ده بيبقى يعني نسبته كبيرة في اتخاذ قرارات معينة؟ الانسان المتزن اللي هو الطبيعي يبقى مقتنع بحاجه. احنا جوانا النقيضين في بعض الاحيان دكتوره، الظروف برضو طبيعي طبعا بتبقى مغايره اللي انت عايزاه. علشان كده احنا عملنا كل الترتيبات بتاعتنا في اتخاذ قرارنا، واستفتينا قلبنا وتوكلنا على الله، النتيجه دي بتاعت ربنا. انا ماشي في خطواتي، بستمتع بكل خطوه انا ماشي فيها، والباقي ده تيسير من عند ربنا. واكون راضي، عندي رضا ان لعله خير. دايما تقول لنفسك لعله خير، ما يمكن انا كنت نجحت في هذا الامر، انا عملت كل اللي اقدر عليه. الندم مش بيبقى حاجه كويسه، الندم بيقلل احساسك بنفسك. حتى لو اتخذ قرار وهو مقتنع مفيش مشكله بنجاحه وفشل، مفيش مشكله. احنا لازم نتقبل النقيضين اللي جوانا. احنا الناس
عندنا النجاح وعندنا الفشل. لو ركزت على انك خايف تفشل احب اقول لك انك هتفشل. ودي دراسات. خايف ان انت تبقى انسان يعني ما عندكش قيمه هتوصل لعدم القيمه. دايما تقبل نقيضك هتوصل للاحسن. طب هنا بقى بصراحه يا دكتوره وانت يعني تعاملك مع يعني طرفين الرجل والست يعني من اكثر يعني ما يتخذ القرار بسرعه وبمغامره، الرجل ولا المراه؟ يعني اكثرهم وده على طريق الدراسات طبعا والاحاسيس برضو ليها دور طبيعي جدا. القرارات اللي ليها فكره يعني افكارك عايز ان انت تركز في حاجه مصيريه الراجل بيعرف ياخد القرار ده. والست بتبقى عندها الشعور، احنا دايما كستات الاحساس بيكون عالي جدا. فهما الاثنين لو اجتمعوا مع الافكار بتاعته والدراسه اللي عاملها وشعورها واحساسها حاسه السادسه اللي بيقول عليها لا بتكلم على كل واحد انت بتكلم على الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض لا لو كل واحد منفرد كل واحد منفرد بيبقى طبيعه الشخص نفسه هل انسان مسؤول ان ياخد قرار ولا لا دي بتفرق جدا لا بس لا من الدراسه بتكلم على مين اكتر هي ملهاش حد بياخد قرار مصيري لا بيبقى مغالبيا الراجل لان هو بيعرف ان هو يكون مور يعني اكتر وضوحا واكتر ان هو بيفكر اكتر فالافكار بتضغو على المشاعر فبياخد قرار سليم ولا برضو قرارات يعني ملهاش دعوه بالعاطفه ما عشان كده انا قلت لحضرتك الخطوه الثالثه بنعمل محايده جدا ان انا ما بقاش داخله بمشاعري بس لا انا هشيل المشاعر واشوف الحاجه السليمه اللي هتفيدني بعد كده وساعتها بستفتي قلبي. طيب لو اتجهنا لنقطه مهمه جدا في الناحيه السياسيه بقى والقرارات المصيريه بتتخذ وخاصه الدول لما تتخذ قرارات مصيريه ده برضو مهم جدا هل بيحتاج لتفكير ولا برضو مغامره لانك بتتكلم على دول طبعا غير افراد يعني طبعا لا طبعا مفيش مغامره دي حياه بشر فاكيد لازم تكون حاجه مدروسه وفيها استشارات واهل الخبره بيدخلوا لان ده بيكونوا هم يعني كل راعي مسؤول عن رعيته فلازم ان هم يبقوا واخدين قرار مدروس وفي نفس الوقت في قرارات لازم تكون حازمه وصارمه ولازم تتاخد دلوقتي فده بيبقى طبعا راجع للقائد اللي ماسك البلد هو اللي بيقدر ساعتها بياخد القرار السليم طبعا مشورة الناس أهل الثقة لأن دي حياة ده ناس ومش مسؤول عن حاجة بسيطة لا ده مسؤول عن بلد كاملة فلازم يكون قرار يعني مدروس وفي استشارة وفي نفس الوقت طبعا برضو بنتوكل على الله وبنستخير واللي ربنا في الآخر بيكون يعني ريده بيكون الخير أكيد بس يبقى الإنسان فعلا من جواه عنده احساس ان انا يعني دول اهل دول ناسي انا مسؤول عنهم فقراري لازم يكون مش قرار فردي ده قرار امه قرار ده اللي اتخذ في ثوره 23 يوليو فعلا بالذكرى 69 للثوره طبعا وازاي تم اتخاذ قرار من قبل مجموعه الضباط الاحرار اللي قادوا البلد واستطاعوا بقراراتهم الصارمه زي ما قلت الحزم والجديه والسريه في نفس الوقت ما ينفعش لان في وقت خلاص بيبقى لو ما عملناش الخطوه دي او خدنا القرار ده البلد هتفضل ماشيه في اتجاه صحيح فهم يعني تكاتفوا مع بعض وكانت السريه مطلوبه لان طبيعي جدا ان بيبقى في اعداء حواليك لان طبعاً. مش عايزين يحصل طبعا اللي حصل فالحمد لله دي كانت نقطه تحول لمصر كلها يعني بقت جمهوريه فطبعا الناس كان ليهم يعني امتيازات كتير بعد كده اللي دخل درس اللي بقى يعني قاضي وما كانش ساعتها ينفع لا كان في ناس محددة هي اللي ليها الأراضي فطبعا التغيير اختلف جدا وأثر في مصر دلوقتي بقينا جمهورية وداخلين كمان على الجمهورية وده برضو اللي شفناه في 30 يونيو طبعا ازاي تم اتخاذ قرار يعني اللي هو يعني زي ما قلت حضرتك استشارة وشورى أمرهم شورى بينهم وبالتالي تم اتخاذ قرار لصالح الشعب وفي نفس الوقت انت برضو يعني كقادة يعني بتتخذ القرارات يعني ايه اللي هيحصل كمان ممكن يعني العكس ممكن يحصل ايه وبالتالي تتخذي الدفاعات عشان تواجهي المخاطر بالظبط ما هي بتكون الدراسة وبيكون عارفين السلبيات والإيجابيات وبعد كده بقى فيه تعديل القائد الناجح دايما بيكون مرن بيبقى ماشي وعارف اللي بيحصل حواليه علشان يقدر ان هو يواكب وما شاء الله دلوقتي داخلين على الجمهورية الجديدة وفي تطور وفي احسن باذن الرحمن هنا يعني نقول زي ما قلنا حضرتك هنا حتى تلاقي زي ما قلنا القرارات التي تتخذ بتدل على ان جوه الانسان قائد طبعا. سواء كان في الناحية الشخصية اللي بتفيد الشخص كنفسه يعني أو القادة الذين يقودون البلاد يعني في الناحية العسكرية هي تبقى مواصفات في الإنسان من جواه اتخاذ القرار
ده فعلا بيبقى مؤشر على انه فعلا قائد جوه قائد، حتى يعني بيولد بجينات القائد اصلا، وكمان مع التدريب بتظهر هذه الجينات، بتظهر بالظبط مش كده؟ دي حقيقة. طيب هنا بقى يعني أهمية المراكز في يعني زي مثلا مراكز مشهورة بالعلاقات الأسرية، تعديل السلوك، وأهمية برضو الدورات، الحاجات دي زي ما قلنا الدورات مهمة في أوروبا بيهتموا بيها جدا جدا يا دكتورة. دي حقيقة. يعني يمكن في مصر عندنا على نطاق ضيق. دي حقيقة. أنا دراستي كانت أونلاين بس للبرة، يعني دراساتي أكترها كده. الحلو إن الإنسان دايما يكون عنده تطلع للمستقبل، إنسان عايز يبتدي يعني يعرف، يبتدي يتعلم، يبتدي يفهم نفسه هو عامل إزاي. صحيح. يبتدي فيه أصلا كمان دورات تدريبية إنك أنت إزاي تطلع قائد. يعني دي في دورات بتتعمل انك انت، ده كلمات عندنا برضو هنا عندنا في موجودة في مصر. موجودة في مصر قسمات كبيرة، ده كلمات ناصر وغيره بالظبط، في اماكن حلوة جدا وفعلا بتغير، بتخلي التفكير من حاجة لحاجة تانية بدراسة. لا احنا المفروض نشجع الناس انها تبتدي تعرف. صحيح. وتبتدي تاخد كورسات، لان على فكرة تنمية الانسان مش مجرد تنمية يعني ذاتية، لا انت تنمية ما بتزبط الشخص، وده يعتبر اساس الاسرة، الدنيا بتعلى، وبعد لما بتعلق انت بتعلي في مجتمعك وبتعلي في بلدك. استفدنا من حضرتك النهارده كتير جدا في هذا الموضوع، وهو يعني اتخاذ القرار، وتعلمنا ازاي يتم اتخاذ القرار، والوقت كمان المناسب وبرضا وبسلام طبعا، وكمان حتى من يعني الانسان عنده جينات برضو تدريب مهم. اشكرك جدا على وجودك معنا وشرفتينا دكتوره ايناس علي، خبيره الطاقه الايجابيه وبرضو استشاري العلاقات الاسريه وتعديل السلوك، ده مهم جدا الكلام ده. اشكرك شكرا جزيلا، وصباحك مصري. شكرا لك، صباح الخير. الآن حلقة